عفكة من AirDrop على سولانا Test Network. راح نشرح الحين طريقة التسجيل. كيف الطريقة؟ اسم المشروع بارسل سولانا، هنا Test Guide. يلا بينا على الشرح. شكرا اشتراككم على قناة كريبتو أليرت. كالعادة شرح جديد. اليوم معانا بارسل سولانا على Test Network. راح نشرح المقالة بسرعة. هنا يقول لك طريقة التسجيل على Test Live. طبعا الرولز كيف من يبتدي من 30 مارس إلى 10 أبريل، راح يخلص يوم 10. طبعا الإيردروب راح يكون لألفين شخص عشوائي، أوكي، ولكن هو عبارة عن NFT، يعني الوايت ليست للـ NFT. اللي ما يعرف الوايت ليست NFT، أنك تكون من الفائزين تشتري الـ NFT هذا ب0.5 سول، ولما تنطرح للسوق راح تبيعها أكيد بأضعاف، ممكن تبيعها ب10 سول 5 سول وأنت رايح. وهكذا الجايد راح نبتدي بهذا الشكل. راح نضغط على الموقع هذا، تسوي كونكت على بانتوم واليت. اوكي، اولا بتروح على بانتوم واليت، راح تكون بهذا الشكل. تمام، اولا بتروح على كلمة هنا الاعدادات، اوكي، تنزل تحت تضغط على تشارج نتورك، راح تختار ديفنت واليت. اوكي، على الديفنت تعلم عليها، ترجع عادي الى هنا مثل ما هما شارحين في المقالة هذه. اوكي، ستيب 1 go to devantparcel.sofaucet. اوكي، بعدين راح تسوي سول ايردروب، بعدين USDC ايردروب، تضغط عليهم مرتين. انا اخذت 1 قطعة هنا سول و10,000 USDC. ستيب 2 go to trade and buy unit. اوكي، نروح على تريد. تمام، نختار USDC فوق، وهنا تحت select the token، راح نختار هذه مثل ما هما كاتبين في الصورة، مراوين الصورة. ناخد قطعة واحدة ونشوف كم راح تصير. 1، اوكي، ب2222 دولار. راح نعطيه سواب وراح تعطيك بهذا الشكل، بتعطيها ابروف، تنتظر ترانزاكشن سكسس سواب توكن. تمام، نرجع الى المقالة ونشوف. After buying you can check your profile by clicking on the around on the left. اوكي، راح نروح هنا، يعني بتروح هنا وتشوف البروفايل الخاص بك. فهذا هو البروفايل. اوكي، اشترينا هذه. تمام، هاي الاراضي شكلهم. اوكي تمام، احنا كده صح. step 3 next we go to borrow from random market. نضغط على كلمة borrow هنا، بعدين نختار مثل ما في الصورة هنا برو، راح نختار أول واحدة. تمام، نضغط عليها ونشوف في الصورة معطينا لازم نحط 2500، نخليها بالإعدادات هذه 200 على 120 بهذا الشكل. تمام، إذا هنا مكتوب 2500 و200 هنا و120 هنا، وننزل تحت ونشوف شو معطينا. أوكي، برو بهذا الشكل. فهنا بيعطيك ابروف وننتظر الترانزاكشن كالعادة. فتمام، successfully great volume. ننزل تحت step 4 we then go to pool and add liquidity. اوكي، نروح على كلمة pool هنا، add liquidity، نشوف liquidity حق شو. هذه هي اخر واحدة، ننزل تحت add liquidity، وهنا هذه هي حقتنا USDC مقابل فينيس. اوكي، add liquidity، نيجي هنا enter amount and confirm الamount كم، فراح نكتب نفس الamount اللي موجود هنا. اوكي، نفسه 1716.444521، اكتب نفسها. اوكي، 1716.444521، راح تعطيك بهذا الشكل. ما ادري ليش اعطت هيك. اوكي، هذه صحيحة. تمام، اوكي، كل شيء تمام. الحين اعطي add liquidity processing، ننتظر approve، خلاص success. نرجع الى test guide هنا، then more active you are the protocol during the testnet. اوكي، المهم كل هذا. تمام،
دبي معايا هنا يقولك the more activate you are in the protocol during the test the higher you are chance of being rewarded. يعني كل ما كنت دايما تجرب هنا في الموقع الخاص بهم كل ما كان عندك حظ أكتر لتاخذ الايردروب أو الانفتي هذا. أوكي يعني لازمك تروح تسوي نفس الخطوات مثلا في التريد، تروح على USDC مقابل شيء تاني مثلا مقابل هذه، وبعدين مثلا نختار واحد قطعة كالعادة ونعيد الكرة مثل ما سويت قبل. يعني سويهم، حاول تسويهم كلهم، ولكن أسوي 3 ولا 2 كل يوم بهذا الشكل عشان تقدر تاخذ الايردروب هذا. step 4 finally and most important go to feedback and find the form you will be asked to prove feedback different part of the protocol. اوكي راح نروح على كلمة feedback نضغط عليها. اوكي هنا hello what is your twitter hand or discord. اوكي راح نضغط على الديسكارد اول شيء، نروح على الديسكارد ونشوف الخاصية الخاصة بهم فقط يبين معاي. تمام اعطاني فيدباك. اوكي تيست فيدباك بروف فيدباك تو انكريس يور تشانس تو ارن وايت ليست سبوت. تمام راح ياخذ منك 5 دقائق فانا اعطيه ستار. تمام هلو وات از يور تويتر هاند اور ديسكارد نيم. اولا لازم نروح نسوي لهم فولو على الديسكارد وعلى تويتر عشان نشوف وين فقط الديسكارد الخاص بهم وهكذا. فهذا هو اول شيء تويتر الخاص بهم اوبن لينك، فنعطيه فولو بهذا الشكل ننتظر لين يفتح معنا، ننزل تحت ونعطيه لايك مع ريتويتاية عادية او كومنت. على سبيل المثال هذه بانت تويت راح نعطيها لايك. اوكي تويتاية عادية ريتويتاية مع ريتويتاية كوماند نروح نجيب كلام بهذا الشكل فنعطيه تويتاية. نرجع الى الفورم ناخد اليوزر نيم الخاص بنا حق تويتر لانه نسويه على حق تويتر، اذا تريد تسوي ديسكارد تسويها لانه يقول لك اور يعني يا هذا او هذا. ناخذ كوبي اليوزر نيم الخاص بنا، هنا يقول لك هيلو وات از يور تويتر هاند اور ديسكارد نيم يعني يا تويتر او ديسكارد، فانا اعطيه تويتر الخاص بي بهذا الشكل حتى اوكي ننتظر النكست ستيب. فالحين يقول لك ويد لاف تو سي ثانك يو افتر ذس فيو كويستشن. اوكي وات از يور باتوم واليت ادريس، بنروح على الادرس الخاصه بنا ونعطيهم الادرس الوالد، هذه هي اللي نشتغل عليها على تيست. اوكي اختار كوبي، هي نفسها بتكون على الماند او على التيست. تمام اوكي بهذا الشكل. تمام فالسؤال الثاني هو were you able to be to perform all of the following action on the protocol، يعني هل انت سويت جميع المهام اللي خبروك عليها في البروتوكول هذا. راح نعطيه نختار اي شيء مثلا، فانا خبرت اني سويت باي على التريد اوكي وبروفيت الكواليتي، هاي المالت ما سويناها اوكي ام نوت شور، نعطيه اوكي. اختاريت الاول والثاني. What was one thing you like about the protocol؟ شو عجبك في البروتوكول هذا الخاص بهم؟ فأنا كتبت لهم I like your pool protocol. Okay, it's very easy to use and smart. يعني سلس. تمام؟ يعني كتبت لهم أنا حبيت البول الخاص بكم والبروتوكول، يعني البول بروتوكول إنه سلس وسهل الاستعمال. أنا أعطيه أوكي. لأنه هو قالك شو عجبك وشو ما عجبك. الحين شو ما عجبك؟ What was one thing you don't like about the protocol؟ I don't borrow. أنت ما تسوي مثلي، أنت اكتب أي شيء تاني. فأنا راح أقول لا كل شيء عجبني، فما ينفع أسوي له فيدباك مو حلو. فأنا كتبت ليهم there is nothing wrong on your protocol. The contrary is it is was a great experience. اوكي okay.
يعني بالعكس كان تجربة رائعة in all functions، يعني في كل الخاصيات الخاصة بكم، فنعطيه اوكي. الحين ايش كمان السؤال السادس، there is anything you would change about volume, risk, parameter, minimum, okay, ratio. فأنا كتبت لهم يعني إذا في البرو، يعني الكلام هذا يقولك هل في نظرك ممكن تعطينا رأيك إذا في ريسك أو نغير الريتيو الخاص بهذا الشيء. فأنا كتبت لهم I hope that there will be a minimum percentage of loss، يعني in order to profit the عفوا هنا investor، يعني مستثمر with comfort in your platform، يعني أتمنى أن تقللوا الخسائر للناس المستثمرة معاكم في البورو، يعني ويكون هناك بورسنتاج يعني نسبة خسائر قليلة في البرو. تمام أوكي، نتي أوكي. حاليا الحين هنا السؤال السابع، was there is any aspect of the website that made it difficult of either treatment or proved the quality, how would you prove؟ يعني هنا إذا هناك مشكلة على تريد ولا البود ولا برو ولا فوسيت. أنا قلت لهم no problem with this thing, it was great and smart experience. أوكي، يعني ما في مشكلة، تحاول بأي يعني أي بإمكان تقول لهم كلام حلو. Did you think there was information missing from EMLP position manager؟ No. All it's perfect. تمام اوكي. Would you be interested in trading parcel on؟ اكتب ياس وخلاص اوكي. يقول لك هنا do you prefer mint and burn or brew and repay for mining CP volume؟ اعطيه برو لانه احنا سوينا برو and repay، انا بعطيه بي، انت اختار اي شيء. يقول لك هنا المواقع او اي المواقع اللي تريد تختارها تشوفها في التريد حق البروتوكول الخاص فيه، وانا بختار باريس. اوكي باريس. Did you tweet about our project؟ Type answer here. Yes. Submit. تمام بهذا الشكل كون خلصنا هذا الاضرب. لا تنسوا بدعمي بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، طبعا تعالوا على قناتي التليجرام هادو اوكي جروب وشانل خاص بي. اذا عندك اي استفسار تعال على الفيسبوك او على الانستغرام الخاص بي، كذلك على الجروب تليجرام قاعد ارد على جميع الاستفسارات، وكذلك عشان تعرف توقيت التوزيع لهذا الايردروب ويصير عندكم تذكير له ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديوهات لاحقة، مع السلامة.